مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير رز بالخضار. عنا زيت نباتي، كوب رز بسمتي غسلتن منيح وصفيتن، كوب ونص مي، فليفلة حلوة خضراء، فليفلة حلوة حمراء، جزر، فطر، بصل صغير مقطعة بهيدا الشكل، 3 حبات ثوم مقطعين كمان بهيدا الشكل، وملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط زيت بالطنجرة، حطينا زيت حوالي 6 معالق طعام، كمان بحط الثوم والبصلة، بقليهم مع بعض على الغاز. بس قليتهم بهذا الشكل، هلا بحط فوقهم الجزر، بقليهم كمان شوي. هلا بحط الفليفلة، بحركهم شوي مع بعض، بحط الرز، بسم الله، كمان المي، الفطر، الملح، حركهم. رح احط فوقهم كمان شوية بازيلا. هلا بتركهم يغلوا مع بعض. بس صار الرز بهذا الشكل في مي خفيفة، هلا بغطي الطنجرة وبخفف الغاز على الأخير. هيدا الرز اللي عملته أنا وياكم، هيدا الشكل النهائي. هلا بحطهم بصحن، هيدا الرز اللي عملته أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي.